سليم كان عنده فرصة يقتل الدكتور حسن وما عملش كده ليه؟ والسؤال ده بقى شغلني عن السؤال الأهم، ليه سليم ما قتلوش أصلا من الأول بعد ما قتل عشمان؟ وجبت سؤالين، واحد إن أنا أقبض على حسن علشان أسمع منه إن حضرتك بتشتغل لحسابه. أنا؟ وده اللي قاله حسن فعلا، بس أكيد سليم طبعا ضغط عليه علشان يعمل كده. كده سليم يبقى كسب حاجتين، أول حاجة إن أنا أشك في أستاذي، وتاني حاجة إنه يبعد الشكوك عن اللي هو مجدي. طب لما عرفت المعلومات دي عني ما قبضتوش عليا ليه؟ كان لازم أتأكد الأول، عشان كده بعت لك حمزة يقول لك إن حسن ما ماتش في السجن. أنا آسف يا فندم، بس كان لازم أعمل كده يعني عشان نعرف إذا كانت المعلومة هتوصل لسليم ولا لأ. ووصلت، وساعتها طلعت أمر بالقبض عليك. وكنت هنفذ يا فندم، لولا إن في حاجة وقفتني، حاجة عدت عليا ساعتها ومش عارف عدت إزاي. سليم عرف منين ميعاد نقل جابر من الوزارة؟ المعلومة دي ما كانش يعرفها إلا تلاتة، حمزة وأنا وزيادته، والباقي كان لما تفاصيل. اللي هو مجدي هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعدي سليم من حد المشنعه، هو اللي بلغه ان جابر ما ماتش، وهو اللي قال له على ميعاد نقل جابر من الوزاره للسجن علشان يهرب. عشان كده ما كانش سايبك تركز وتجمع الصوره قدامك وحاول يقتلني. ودي كانت فرصتي يا فندم، لما سليم كلمني وانا رفضت وفعلا ما روحتش وقعدت بهاء مكاني حسبتها، قلت كده سليم هيقلب وهيفكر وهيحس ان في حاجه مش مظبوطه فهيتصل باللواء مجدي علشان يطمن، وده اللي حصل فعلا. اتصل باللواء مجدي، بس ساعتها انا كنت معاه. أنا كده جاوبت على كل الأسئلة ما عدا سؤال واحد. ليه؟ أنا هقول لكم على كل حاجة. هقول لكم ليه؟ افتح يا ابني. ايه ده؟ يعني مش عارف؟ كلمني عادل، رد عليا كويس. ايه الكلام الفاضي ده وبعتهولي ليه؟ الكلام الفاضي ده يبقى الملف بتاعك اللي فيه كل حاجة عنك، زي مثلا عمليات غسيل الأموال اللي انت عملتها باسم الوزارة، أرقام حسابات البنوك اللي بره مصر اللي بتبعت عليها الفلوس، ده غير كل حاجة غلط عملتها من ساعة ما بدأت تشتغل لحد النهاردة. يعني حضرتك تقدر تقول إن ده غسيلك الوسخ. كذب، كل اللي في الملف ده كذب، كذب. ومادام كله كذب، إيه اللي مخليك محموق قوي كده؟ وإيه اللي خلاك تيجي لحد عندي برجليك؟ جاي أقول لك إن أنا ما بتهددش. طيب يا سيدي، انت ما بتهددش تمام، بس ما تقوليش انا الكلام ده، قولوا بقى للجرايد والمجلات وقنوات التلفزيون لما الملف ده يوصل عندهم. من حقك تطلع انت كمان وترد وتدافع عن نفسك وتنكر كل الكلام ده، بس انا وانت عارفين كويس قوي ايه اللي ممكن يحصل لك لما الملف ده يوصل لهم. انتوا جبتوا الملف ده ازاي؟ مش مهم، المهم انك هتسمعني كويس وهتنفذ كل اللي هطلبه منك بالحرف الواحد. ما كانش فيه قدامي حل تاني، كان لازم انفذ لهم كل اللي قالوا عليه. والا والا ايه؟ والا ايه؟ خفت لا تتحاكم صح؟
خفت على نفسك قمت حاطط ايدك في ايد ولاد كلب ارهابيين عمالين بيقتلوا فينا يوم ورا يوم؟ ما ترد ساكت ليه؟ اللي ماتوا دول ماتوا بسببك يا راجل يا واطي. بهاء بهاء لا مش هتمسك نفسك اطلع بره. اقعد يا بهاء اقعد. انا اسف سيادتك. عشان كده كل مره كنت تيجي تسالني على المعلومه وتعرفها تماما تروح تبلغها لهم. اخص اخص عليك يا حضره اللواء، اخص عليك. كلها كانوا شهرين شهرين وانهي خدمتي بكل احترام. شهرين يا اخي كانت كل حاجه هتنتهي. كنت هسافر ما كانوش هيعرفوا عني اي حاجه. شهرين شهرين يا صبري. واديك خرجت من الخدمه يا مجدي، لكن للاسف بعد الخدمه دي كلها هتخش السجن. اللي حصل جوه ده تهريج، قلت لك قبل كده طريقتك دي تبطلها. حصل ولا لا؟ اسف سيادتك بس ما قدرتش امسك نفسي. دي اخر مره هعدي لك فيها غلطه بهاء، فاهم؟ فاهم سيادتك. بعد اللي عرفناه بقى ناويين تعملوا ايه؟ يعني اللي كنا ناويين نعمله معاك. هنشوف هنعرف نستغل مجدي لصالحنا ولا لا. لو كنا هنعمل كده فعلا يا فندم يبقى لازم في الاول نطمن سليم. يعني لازم نخليه يفتكر ان احنا صدقناهم، ان حضرتك ساعدتهم وان احنا قبضنا عليك كمان. قولوا لي مطلوب مني اعمل ايه ونعمله؟ مش هينفع تروح بيتك دلوقتي، انت هتقعد معانا شويه. منها تساعدنا ومنها يبان انك مقبوض عليك. أنا والله عايز أساعد بس ده مش كفاية يا فندم. لازم كمان نلاقي طريقة نوصل بيها لسليم الكلام ده. بعد إذن سيادتك يا فندم، عندي طريقة ممكن توصل لجابر وسليم اللي إحنا عايزينه. الموضوع ده ينزل تحت. الله، وفين الصورة اللي مع الخبر ده؟ ما لقيتلهاش مكان مع حجم المقال، خصوصا إن الصورة لازم اخلق لها مكان يا إسماعيل، اتصرف، والموضوع ده كمان ارفعه لي. حاضر. في واحد عاوز حضرتك يا فندم. خليه يتفضل. بسرعة يا إسماعيل. بهاء سعد الدين من الامن الوطني. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضل. شكرا. اقدر اعرف ايه سبب الزياره؟ طبعا يا فندم من حقك. والله انا كنت جاي لسيادتك في خدمه. خدمه؟ خبر كنت عايزك تنزله في عدد بكره في الصفحه الاولى. مسكوا صبري. ماشي. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما خلاص. انت مش كنت خايف ليكشفوا مجدي؟ وهم لا كشفوه ولا حاجه. وربنا كرمنا واللي احنا عايزينه حصل. مش هما مسكوه؟ يبقى اكيد هيحققوا معاه. ولما يحققوا معاه ويكتشفوا ان هو ملوش علاقه باي حاجه، هيسيبوه. ده لو عارف يثبت. ولحد ما ده يحصل بقى هيفضلوا قابضين عليه. سيبهم يا سليم، سيبهم يضيعوا في وقت، وخلينا احنا نستغل الوقت دوت ونخلص اللي ورانا. الله. مالك يا سليم؟ واذا كنت خايف من اللي هيقوله صبري ما كنت قتلته. ما انا حاولت. حاولت بس اتخذت لما عرفت ان حمزه ما جاش وبعت حد مكانه عشان اثبت لك بس إن حمزة ده عامل لك صداع في نافوخك. حمزة ده هو اللي مخليني مكمل معاك لحد دلوقتي. أنا قلت لك مليون مرة اللي هتطلبه هتلاقيه. وأظن إحنا ما قصرناش معاك في حاجة. شوف يا سليم، إذا كان ليك حق عايز تاخده فإحنا كمان لينا هدف لازم نوصل له. تمام. تمام يا شيخ جابر. ماشي. موضوع صبحي واللي طالبينه من مجدي اخد بيهم رد النهارده.
ايوه يا نهى شفت، وانا اللي وافقت ان هم يعملوا كده. اسمعي اللي بقولك عليه كويس، انا مش هقدر ارجع البيت دلوقتي. مش هترجع ليه يا بابا؟ انا مش فاهمه حاجه، اطمن ازاي بعد اللي حصل امبارح؟ يا بنت افهمي اللي انا بقولك عليه، ما تغلبنيش معاكي بقى. ماشي يا بابا، حاضر، مش هتكلم مع حد. ممكن بس تطمني عليك؟ حاضر. سليم، ممكن افهم انت عملت كده ليه؟ ادخل. واخيرا يا باشا. اهلا يا صبري. عملت ايه؟ اتكلمت مع لوها، قلت لها ان انا هقعد معاكوا شويه، ونبهت عليها ما تتكلمش مع اي حد الفتره اللي جايه دي خالص. بتخاف عليا قوي البت دي، والله بتفكرني بالمرحوم امها. معلش يا صبري، هي دلوقتي ملهاش غيرك. ها ناوي على ايه؟ يعني لسه بفكر هنشوف نعمل ايه مع مجدي. يتهيألي حضرتك تقعد معاه وتدردش كده معاه كده، وتشوفه هو ناوي على ايه بالظبط. لان تحركاتنا في الفترة اللي جاية متوقفة على سؤال واحد بس، مجدي هيساعدنا ولا لا؟ يعني انت ما لقيتش حل تاني غير اللي هم ينشروا الكلام ده على بابا؟ يا نوع دي لعبة، وبعدين انا ما عملتش حاجة من مزاجي، وبابا كان عارف كل حاجة وموافق عليها. واللي حصل قدام البيت؟ معلش، ان شاء الله مش هيحصل تاني. من النهارده هيكون في حراس على باب بيتكم، وبابا كمان هيفضل معانا لحد ما ان شاء الله كل اللي احنا فيه ده يخلص. طب وانت؟ انا ايه؟ انت خايف عليا ولا ايه؟ مش فاهم. طبعا يا ابني بخاف عليك، عايزني احس بايه يعني لما الاقي حد بيضرب عليك نار انت وبابا؟ طب انا هعمل ايه؟ طيب ما هي شغلتي، يعني اعمل ايه وانا بشتغل كمساري؟ يعني ايه؟ انا هفضل في القلق ده طول عمري؟ يا بهاء انا ما بنامش، انا اصلا زهقت من الشغلانه بتاعتكم دي، اتعقدت منها. طب انت عارف بابا لما طلع المعاش كان احسن يوم في حياتي.